مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع. منطقة زين حاليا في منطقة جليم، وتحديدا من مكان الحريق اللي تم في احد المطاعم على كورنيش اسكندرية في منطقة جليم. زي ما احنا شايفين هنا اليوم الثاني من الحريق، تم السيطرة الكاملة على الحريق منذ امس، ويعني الخسائر كما نرى حاليا في مطعم واحد من اجمالي ثلاثة مطاعم. غرفة الثلاجات هي السبب الرئيسي في يعني اشتعال النيران بحدوث ماس كهربائي في غرفة الثلاجات، ووصل إلى غرفة الأمن وغرفة الحسابات. وكما نرى حاليا هذه هي الخسائر. المطعم موجود، هو مجموعة مطاعم موجودة على كورنيش اسكندرية، وتحديدا من منطقة جليم. المجمع المطاعم مكون من ثلاثة مطاعم. الحريق كان في أحد المطاعم الموجودة في الدور الأول. تم السيطرة الكاملة على الحريق. الحريق كان في الساعة حوالي 5 صباحا، ولكن يعني بعد وصول الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لم تصفر عن أي إصابات، ولكن يعني اشتعلت النيران بسرعة شديدة، خاصة أن المكان فيه يعني مواد سريعة الاشتعال واسطوانات أكسجين، مما أدى إلى اشتعال النيران وارتفاع ألسنة النيران كما شاهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعني كاميرا اليوم السابع كانت تتابع لحظة بلحظة فور وصول سيارات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق. كانت هناك إجراءات للبحث الجنائي بأخذ عينات من الحريق لمعرفة السبب الرئيسي في حريق المطعم، وتم تشكيل لجنة من النيابة العامة، تشكيل فريق كامل من النيابة العامة، قسم شرطة أول الرمل ونيابة أول الرمل. فريق النيابة مكون يعني برئاسة المستشار محمد عزت أبو الخير والمستشار خالد محمود مدير النيابة. توجهوا بالفعل لمكان الحادث، وتم معاينة مكان الحريق وسماع أقوال شهود العيان وعمال المطعم ومدير المجمع وتفريغ كافة الكاميرات. وبالفعل تبين أن السبب الرئيسي في الحريق هو ماس كهربائي في غرفة الثلاجات، وتسربت إلى الحريق تسرب إلى غرفة الحسابات وغرفة الأمن، ولكن تم السيطرة الكاملة على الحريق. يعني كما نرى أن المجمع المطاعم الذي وجد يعني كان موجود في الحريق هو بجوار أحد مجمعات المطاعم الموجودة في المكان أو الجهة المقابلة لي، ولكن لم يعني تصل النيران إلى هذا يعني المكان. الأول بالكامل وصلت إليه النيران، كافة التكييفات والثلاجات حفظ الأطعمة كلها جميعها يعني وصلت إليها النيران. تم استخراج كافة اسطوانات الغاز وكافة مواد يعني سريعة الاشتعال حفاظا على سلامة المواطنين والسيطرة على الحريق. توجهت على الفور يعني 12 سيارة حماية مدنية وستة سيارات إسعاف، ولم تبقى عن أي إصابات. حدوث الحادث يعني كان هناك يعني كثافة مرورية شديدة على كورنيش اسكندرية، خاصة في هذا التوقيت هو وقت يعني ذهاب الموظفين إلى عملهم. في هذا التوقيت تسبب شلل مروري كبير في طريق الكورنيش،
ولكن بعد وصول سيارات دعم من إدارة مرور الإسكندرية تم السيطرة على هذا الموقف وفتح الطريق ووصول يعني عدد كبير من سيارات الدعم. تم فتح الطريق يعني حاليا، هذا هو المشهد حاليا في منطقة جليم. التكييفات والثلاجات والدور الأول بالكامل بكافة مرافقه، يعني جميعهم يوجد بهم خسائر كبيرة، بينما المطعم الثاني والثالث يعني لم يطل الدراهم، والخسائر فقط في مطعم واحد، وذلك يعني طبقا لمعاينة المباحث والنيابة العامة. الحريق بسبب ماس كهربائي كان في غرفة الثلاجات ووصل إلى باقي الغرف والأماكن الأخرى في المطعم. كانت هذه تغطية لليوم الثاني على التوالي لحريق منطقة جليم بالإسكندرية. كنت معكم في هذه التغطية أسماء بدر، شكرا لكم وإليكم الآن مع الصورة. Thank you.